مع دكتور الجنزوري هو. فقال لي انت بتيجي مصر امتى يا محمد؟ قلت له انا اجي اي وقت. حضرتك مين؟ قال لي انا طلعت. قلت له انا تحت امر سيادتك. بس طلعت مين؟ قال لي انا طلعت حماد. قلت له اهلا وسهلا. افتكرت واحد بقى بيهزر. قول له ده انا هقفل واجي لك في ثانيه. لا انا بحكي لسيادتك. قلت انا افتكرت بقى واحد عامل فيا مقلب ولا حاجه زي كده. فقال لي انت عارف مجلس الوزراء؟ قلت له طبعا، يعني بروح اجتماعات. كنت انا طبعا بروح اجتماعات كمستثمر مع رئيس الوزراء الجنزوري. قال لي تيجي بقى من ورا لان احنا بنجدده وتخش مكتبي بكره الصبح الساعه 11. قلت له طب خير، تحت امرك. قال لي بقى لما تيجي هقول لك. كانت المقابله عباره عن ايه او كان سببها ايه؟ ما انا بحكي لسيادتك بقى. انا دخلت على طلعت بيه حماد، لقيته قاعد حاطط كتب كده في اوضه اجتماعاته وحاطط كده، وكان قاعد الدكتور ابراهيم فوزي. يا سلام، بتاع الصناعه، راجل عظيم. طبعا وزير الصناعه. ودخل علينا الوزير اللي هو الزقزوقي اللي كان وزير الاوقاف. مظبوط. وانا قعدت كده جنبه. قال لي عامل ايه؟ قلت له تمام. قال لي مبسوط في نادي الجياد؟ قلت له والله انا تحت امر سيادتك. قال لي انت عملت شغل كبير قوي في نادي الجياد. قلت له ربنا يبارك في سيادتك. يعني قال الناس دي رغم شغلها كده متابعه. قال لي كده، انا بحكي لك. انا كنت واقف امبارح، كان لسه الوزير عبد السلام المحجوب جاي اسكندريه بقاله 3 ايام. ايوه مظبوط مظبوط. قال لي انا كنت واقف فوق الكوبري وببص على الجياد، وكنت ببص على سموحه. فالوزير عبد السلام المحجوب كان عايز يجيب الله يرحمه بقى اللي كان بعد كده رئيس نادي الاتحاد بعد كمال بيه شلبي. لكن انا هرشحك تروح. انا قلت لرئيس الوزاره لرئيس الوزراء كمال بيه الجنزوري، لو انت عايز سموحه ده يئب انا عندي واحد هيعمل كده. اللي شافه من الجياد بقى. قال لي فانا مراهن عليك. فما اعرفش بقى انت ايه هتعمل كده ولا لا، انت قد الموضوع ده ولا لا. قلت له والله اللي سيادتك تشوفه لو سيادتك ايه. هل السؤال ده كان مفاجاه بالنسبه لك ولا انت اسعدت؟ لا ما كانش في دماغي خالص. ما كانش في دماغي. انا اتفاجئت. وهو راجل يعني راجل ذكي ونبيه، ولازم اقول كده. قال لي فانا بقى متاكد ان انت اللي هتقوم النادي ده. حتى لو انت مش متاكد انا اللي هقوم. يا سلام. شويه وجاله تليفون رئيس الوزاره كمال بيه الجنزوري، كان بيكلمه على رحله تونس، انهم مسافرين بطياره خاصه. كان هياخدوا الوزير فاروق حسني معاهم لتونس، فكان بيكلمه على الاستعدادات والترتيبات وبتاع. فقال له محمد اهو، محمد فرج اللي انا قلت لسيادتك عليه اهو، شويه وهجيبه لسيادتك وهاجي. وخدني ورحنا قابلنا الدكتور الجنزوري، الدكتور كمال الجنزوري. فالدكتور كمال الجنزوري قال لي سياده الوزير طلعت حماد مختارك لتحدي كبير قوي، وهو عنده ثقه فيك، وهو انا عندي ثقه فيك على اللي سمعته، فاتمنى ان انت ان شاء الله تكون قد الكلام ده. قلت له ان شاء الله انا اكون قد الكلام، اتمنى، انا هعمل كل ما استطيع. المهم بعد ما انا مشيت جالي تليفون من الدكتور عبد المنعم عماره. ده ملاحقينك بقى. قال لي راجل لذيذ طبعا. ده دكتور عبد المنعم استاذي. لا هو ده شخصيه راجل جميلة. عظيم عظيم يا عظيم. سلام. كان اياميها بقى هو مدير، كان كمال بيه الجنزوري رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه، وهو هو رئيس المجلس الاعلى. هو الدكتور كمال الجنزوري كان رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه. مظبوط. والوزاره ما كانتش وزاره. لا ما كانتش وزاره. كان مجلس. كان مجلس. وكان في شخصيه جميله كده افتكرها برضو كانت موجوده. سياده الوزير عبد المنعم عماره كلمني بالليل الساعه 10:30 وبتاع. كان انا بحبه، ده استاذي طبعا. لا ما انا اشتغلت معاه فتره. ومن عظماء مصر. يا سلام. شخصيه ما اقدرش اقولها. قال لي ما اعرفش. قال لي لا مش انت، لو انت عايز تروح سموحه مش كنت تقول لي؟ قلت له والله يا سياده الوزير انا لا كنت عايز اروح سموحه ولا عايز اروح في حته ولا اي حاجه. الطلب مني. انا اتفاجئت باللي حصل ده. وتاني يوم رحت سموحه واتعملت لجنه مؤقته لاداره. سنه كام؟ 97. 97 لاداره نادي سموحه. كان النادي سموحه مركز شباب، واقل مركز اقل بكتير جدا. وكان بقى قضايا ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض. خدت مسيرتك؟ فالمهم انا رحت نادي سموحه، جالي جلال بيه عبد الجليل الله يرحمه الساعه 8 الصبح تاني يوم، كان في المجلس. ورحت نادي سموحه قعدت 27 يوم، ورفعوا عليا قضيه مشوني. يا سلام. ليه بقى؟ لان انا كنت رئيس نادي الجياد.
فما ينفعش يبقى رئيس خدت بس سيادتك آه. فمشيت بعد ال 27 يوم ده انا عملت الشغل فيه. راح كلمني سياده الوزير عبد السلام المحجوب الله يرحمه. الله يرحمه يا سيدي، كان شخصيه جميله. وقال لي عايزك وبتاع مش عارف. رحت له قال لي ما تزعلش وبتاع. رغم ان قاعد معاك السيد رئيس الوزراء ومدير مكتبه والدكتور كل حاجه وكل ده رفعوا عليك قضايا 27 يوم مشوني. ده كانت حاجه صعبه قوي. نادي سموحه كان حاجه صعبه جدا. هي الرياضه صعبه قوي كمان لا بس كان لا كان صعب جدا جدا جدا. المهم رحت قال لي انا مش عايزك تتضايق. قلت له لا ابدا انا والله مش متضايق ولا اي حاجه وبتاع. قال لي بس انا مقتنع ان انت لازم تخوض التجربه. انت زعلت لما شالوك ولا كنت؟ لا اتفاجئت. اتفاجئت رغم ان انت عملت في والله عملت في 27 يوم شغل. نظمت حاجات كتير قوي. المهم فاتفاجئت وكان معايا لجنه على مستوى عالي جدا يعني كان معايا ناس عظام جدا. اتفاجئت. فالمهم دخلت الانتخابات بعد كده في نادي سموحه ونجحت. كنت سبت الجياد بقى؟ ما انا كنت انا بعد بقى ما مشيت من هنا في الاخر خالص قبل قبل ما لما رفعوا عليا القضيه قالوا قدم استقالتك من الجياد عشان ما ينفعش يبقى رئيس نادي هنا عشان ما تتشالش في القضيه. لكن قدمت استقالتي في الجياد. القاضي قال ان في اليوم اللي كان ده هنا ده هنا فما ينفعش. يلا مشيت. فانا قدمت استقالتي هنا وقدمت استقالتي هنا وخلاص بقى. جت الانتخابات نزلت عملوا قضيه اتاجلت الانتخابات عملوا قضيه تانية قضيه ثالثه قضيه رابعه 98 في فبراير 98 بقيت رئيس نادي سموحه. خسروا بقى القضايا كلها خلاص اخر مره ما نفعتش القضيه. انا مش عارف احنا ايه اللي دخل الرياضه في القضايا. هل القانون في ماده تسمح بكده؟ ما هو بقى ده يقودنا الى حاجه. انت عارف ان انا شاركت طبعا في قانون ال ما انا لا ما دي خليها نتكلم فيها ده رئيس اللجنه. بس فطبعا رحت جيت بقى نادي سموحه. سموحه كان نادي سموحه استلمته سنه كام؟ 98. 98 كان على الارض خالص. ما كانش في فرق رياضيه ولا لا ولا مباني ولا انشاءات ولا اي حاجه خالص. امال النادي على اساس ايه؟ ولا حاجه سور بس ومبنيين. يا سلام. ومنهم مبنى قايل للسقوط والمبنى التاني من غير رخصه. اول حاجه عملتها الرصيف اللي بره. انت خدت خرابه بقى. حصل ده حقيقه. واتبنى من العدم. كان سنك كام سنه ساعتها؟ مش فاكر. انا مواليد 51. خدت مسيرتك 8. كفاح بقى رهيب في النادي. كفاح انت بتاسس كل شيء بقى من الالف. من الالف عملت الرصيف وكانت الفرق 99% درجه ثالثه والكويس فيهم درجه ثانيه. خدت بسيتك؟ بس اول حاجه عملتها الرصيف. طب عملت الرصيف ليه ما اهتمتش ليه بقلب النادي جوه؟ لا عملت الرصيف انا اقول لك الصراحه عشان الناس تمشي عليه. اول حاجه عملتها الرصيف فعلا. بعد كده بقى جبت واحد دكتور كان في امريكا وانا كنت قبل كده اعرفه من برج العرب الدكتور عمرو الشريف لازم اقول. وخليته عمل تصميم طلبت منه عمل تصميم كامل للنادي متكامل. yeah. للنادي تصميم شيك جدا للنادي. حتى ايام الحمله الانتخابيه لما كنت بعرضه على الناس كانت الناس تموت على نفسها من الضحك. يقول لك ايه اللي هيعمله؟ ده الكلام ده مش هيحصل الكلام ده مش هيتعمل الكلام ده الكلام ده الكلام ده. الموضوع فيه اسرار كتيره جدا. لا ما احنا لازم نعرف الاسرار انا بحكيها لحضرتك. المهم فجبت التصميم ده ومع مجلس الاداره. فكان صعب جدا البدايه هنبتدي منين؟ هنبتدي منين؟ ما كانش حد مصدق ابدا ان ده يتعمل. المهم ان ده اتعمل واتعمل اكتر منه.